القصيدة حائر وأحار فيما قد رواه الشاعر. قل كيف لا أحتار فيك معلمي، أنت الذي آل الرسول تناصر، أنت الذي لو كسروا أشعارنا لجبرت كسر قصيدنا يا جابر. الأستاذ جابر الشكرتشي شاعر عراقي، وهو رئيس ومؤسس رابطة شعراء أهل البيت في العراق وفي سوريا، وله دوين عديدة آخرها يمكن نار وثلج، مفاتيح الرصيف، فتحفة أدبية عراقية يحمل العراق في حروفه وفي قلبه أينما ذهب. فنستمع إلى وجدانياته ونرحب به بتصفيق حار. الورد ما يضوج بدلو داسة الناس، بس يزعل إذا فلاح داسة. أحبائي الحضور، أسعدتم مساء كل يوم وأنتم على قيد الجمال. ليلكم مو مثل ليل النايمين، ليلكم ريحة محبة وياسمين، ليلكم حنة وشمس، ليلكم بدلة عرس، ليلكم بوسة مسافر من سنين، ولكم عيون الثنين، ولكم عيون الثنين. الغصن تلقاه يبكي على العصافير إذا صار الغروب وما يرجعون. كنت أحلم لأن أصلي من التراب، الدنيا من تمطر أخضر بس ورد. الشجرة تصرخ مو الحطاب السبب، لأن إيد الفاس منها وبيه. اشتاقيت شوق الصبح للناس لللمة، اشتاقيت شوق القمر لليل للظلمة، اشتاقيت شوق الكبر ويريد حضن أمه، اشتاقيت ريحة أبو وخالات والعمة، اشتاقيت شوق الأخت بإخوتها متحزمة، اشتاقيت ريحة درو درب أهلي واشتمه، اشتاقيت دقة جرس من غايبي وكلمة، اشتاقيت أركض ركض للباب وبهمة واحضن أحباب العمر بالشهقة والضمة، وابكي على صدري اللي يجي من جرحي من همه. يا يما عايز حضن يا حبيبة، يا يما يا يما عايز وطن، اي والله يا يما. النبي ما ود ثري قيم الأذان وبرجوازي يصعد على مناره، ود صوت الرأت حرية بلال حتى من الظلم ياخذ ثار. هاي جنة طولها أرض وسماء وماخذة من الناس كل الساحة، وأنا متحير وماخذني الذهول هالضخامة وسقطة بتفاح. مسكين الخروف يخوفوا بالذيب ويقولوا له ترى من الذيب ما تسلم، لأن الذيب ما يعرف القبلة منين، الذبح والقبلة والساطور لبنادم. أدري الذيب يشرد من يشوف النار وبنادم يصير الحطب لجهنم، أدري الذيب من يشبع يصير إنسان ومن يشبع بنادم ذيب ما يرحم. خجل سوق الهرج هو ودلاليله، وما كان الخجل لأهل الهرج عادة، بس السالفة حسباتها طويلة داست بالعظم وتعدت زيادة مزاد، وكل سعر مجبور ترضيله، وأرخص سعر صاير مستحل قادة على اليمن تسجدوا لله تصليله، وعلى مود الخبز باعه والسجادة. غريبانة حتى الآن طيل، غريبانة وغريبنتي وغريبة الحايطة بينا، وغريبة القاع والناطور يا حبيبة غفت عيني، وغريبة شجرة الزيتون ما تقبل تفينا، ولا شمس الصبح بشباط مجمورة وتدفينا، ولا نجمات ليل الفات ما قدرت تضوينا، ولا كلمة هل اسمعنا حجتها وادم الزينة. غريبة أنا
وغريبة انتي يا الحبيبة وثارينا أثارينا ذهبتي زاب والصايغ اللي كتبين مسموع هذي مسموع خمس مرات تغسل وجهك بكل يوم خمس مرات تغسل وجهك بكل يوم توقف للصلاة تطلب وتتمنى لو تغسل ضميرك كل سنة بس يوم هذا اليوم صدق يضمن الجنة أدري تقدر تفترس خمس مرات تغسل وجهك بكل يوم توقف للصلاة تطلب وتتمنى لو تغسل ضميرك كل سنة بس يوم هذا اليوم صدق يضمن الجنة أدري تقدر تفترس حتى الأسد وتضرب من الصير بيدك عودة بس إذا يا ابن آدم يصير الوعد تقوم تاكل بيك أصغر دودة هاي الناس ليل نهار بس للجنة تتمنى إذا تشرد من اسم الموت بيش تروح للجنة إذا تخاف شلون تروح للجنة لو رحت ختاما لو رحت للجنة كل شيء ما أريد طلب من الله سبحانه وتعالى لو رحت للجنة كل شيء ما أريد ولا أريد الحور توصل يمي طلب عندي يا إله العالمين بس أريد أقعد وقابل أمي وشكراً.